السلام عليكم سيفتي طنجاوي وتحياتي لخوتي اكادير، مرحبا بيا عندهم ومرحبا بيا عندهم ان شاء الله، فهمتيني ولا لا؟ هادو خوتنا ورجال معاهم، وفريق ديالنا ما كيبشرش بالخير وديالو ما كيبشرش بالخير، وحنا ما كرهناش يعاود ننتصروا عليكم شي نقطة هيدا ان شاء الله، فهمتيني ولا لا؟ ومرحبا بكم عندنا، مهم ثلاثة النقط، حنا ما كرهناش يديو ثلاثة النقط ان شاء الله من هنا من اكادير، حتى حنا عاود كنتنافسوا عاود باش ما نطيحوش، وان شاء الله تنسوا معاود باقي ان شاء الله الايام تلعبوا وتقاتلوا. ومرحبا بكم معنا الا جيتوا، وتحياتي لكم والله يحفظكم ولعبوا وجيبوها يا الاولاد، الله يحفظك.